صباح الخير. الكثير منكم أكيد قرأ كتب عن النجاح وأسباب النجاح وكتبات تزخر بهذا النوع من أنا أتحدث معكم اليوم عن تجربتي في النجاح ونتكلم شوية عن أيضا أسباب النجاح. ما هو النجاح الحاصل؟ النجاح يعرف بكثير من التعريفات. النجاح ليس هو المصدر للواحد وليس هو اللقب الذي يمكن يضع أمام اسمه أو اللقب الذي أو الشهادات أو عدد الشهادات التي يحصل عليها الشخص. النجاح يختلف تعريفه من شخص إلى آخر. إحنا بشر ولدينا اختلافات كثيرة في توجهاتنا في أفكارنا، فأيضا النجاح تعريفه يختلف من شخص إلى آخر. إذا أردنا نعرفه ببساطة هو أن النجاح هو الوصول للإنسان لمراد الإنسان ورغبته وهدفه. كلنا لدينا أهداف، كلنا نحب النجاح. النجاح طبيعة بشرية خلق فينا، خلقنا لننجح. الإنسان ليس فقط سلبي، الإنسان إيجابي، فإذا قدرنا نطلع منه هذا ونركز على الأمور الإيجابية ممكن هذا الإنسان ينجح إذا أخذ بأسباب النجاح. فما هي أسباب النجاح؟ أسباب النجاح عدة، هي أن يكون لديك هدف، أن يكون لديك وسائل للنجاح، أن تتسلق بالعلم والمعرفة، أن تكون عندك أمنيات تحاول تحققها، أن تعمل بجد واجتهاد، أن تثابر، أن لا تتقاعس، أن لا تكسل، أن لا تخاف من الفشل أو من عدم الوصول إلى هدف. كثير من الناس تعثروا في حياتهم ولكنهم قدروا أنهم يقوموا وينهضوا ويحققوا النجاح. النجاح لا يأتي بالتمني، النجاح يحتاج إلى عمل جاد وإلى وسائل عدة، منها أنك تدير وقتك بطريقة صحيحة، منها أن تستشير أيضا الآخرين، ومنها طبعا العلم والمعرفة. أعطيكم مثال بسيط. أنا ولدت في هذه المدينة الجميلة وكنت أذهب إلى مدرسة وحيدة في سلطنة عمان في صلالة اللي هي المدرسة السعيدية. كنت في الصف الخامس الابتدائي، واللي عاش في هذه الفترة في تلك الفترة أكيد يعرف أنه بعد المدرسة الابتدائية لم تكن هنالك فرص للتعليم في عمان. فماذا كان يدور في خاطري في ذلك الوقت؟ لا تتوقعوا كنت شاب صغير صف الخامس الابتدائي عمري 12 سنة كنت أفكر أني أخرج من صلالة. لماذا؟ لأن صلالة اللي يعرفها في ذلك الوقت كانت محاضرة سياد، كنا في وضع غير طبيعي، كانت في حرب أهلية، كانت عمان كلها يعمها الجهل والتخلف في العهد السابق. فكان هدفي أن كيف أخرج من صلالة، وكنت أخطط لهذا الشيء لوحدي. وكنت أفكر أنه في طريقتين للهرب من صلالة، يا أما تقفز على السور الحديدي وهذا طبعا في خطورة، أو تسبح في البحر وتبعد عن حدود صلالة وأيضا هذا كان في خطورة. فأنا كنت أعشق صلالة وأعشق البحر، فكان هدفي أنه أو خطتي أني أسبح في البحر، وعلى الأقل إذا مت أموت في مكان أعشق اللي هو البحر. فكنت أفكر في هذا وكنت أخفي هذا السر حتى من أقرب الناس إلي، من أهلي، من أصدقائي. لحظنا جميعا أنه حصل التغيير في عام 1970، صيف عام 1970 كنا في إجازة، حصل التغيير وانتقلت عمان من عصر إلى عصر آخر، وأنت أدرى بهذا الشيء. تحولنا من الظلام ومن عصر الجهل والتخلف إلى عصر النور والتطور والتقدم والنهضة المباركة. فعدت إلى المدرسة وفي أول يوم وفي أول أسبوع تقريبا من عودتي إلى المدرسة أتانا زائر للمدرسة،
وسألها سؤال: من منكم يريد يروح في منحة إلى لبنان؟ فأنا كنت من أول الطلبة اللي رفعوا أيديهم وسجلت اسمي لهذا المنحة. كنت أعرف كثير عن لبنان لأنه كان منهجنا في الدراسة في ذلك الوقت منهج لبناني، وكنت أعشق لبنان من اللي قرأناه. وجاتني فرصة دال أن أمر في البحر أني أنا الآن أسافر. الحمد لله وفقت الاختبار ونجحت، وقالوا لي أنك أنت الآن من الناس اللي مرشحين أنك تروح إلى لبنان. ذهبت إلى البيت فرحان، ولكن في طريقي إلى البيت ذكرت أنه ممكن أهلي ما يوافق، وهذا بالضبط اللي حصل. فلما جيت عند الأهل خبرتهم أني أنا حصلت منحة إلى لبنان، فكروني مجنون في البداية وضحكوا مني. ولما أصريت عليهم وخبرتهم بالتفاصيل قالوا لي: طيب هذه رضيت، ولكن أنت لا زلت صغير عمرك 12 سنة، لا يمكن يسمح لك السفر. بعد جهد وعناد قدرت أقنع الوالد، لأنه أيضا كان عنده خبرة في السفر وعارفه. بس كانت الوالدة صعبة، حاولت فيها عدة مرات فلما رضت ما رضت، قلت لازم أحتاج عليها. فخبرتها بخطتي بالحرف والصلاة، قلت لها أنا أمامي الخيارين: يا تدخل فيني أروح وأسافر بطريقة صحيحة والآن حصلت على منحة، أو أني سأخرج من البلد وهذا فيها خطورة. قالت لي: ما عندي إلا خيارين. قلت: ما عندك إلا خيارين. قالت: يبني توكل على الله. وكانت هذه أول رحلة لي من صلالة اللي أخرجني عشرات السنين بعد من لبنان إلى قطر إلى بريطانيا حيث أكملت دراستي الجامعية، وعدت بعدها إلى عمان لأعمل في مجال القطاع الخاص. عملت في مؤسسات خاصة، أسست عدة شركات، كونت مجموعة شركات، ودخلت لمجالس إدارية شركات خاصة وشركات عامة ومستثمرة عامة. شاركت في كثير من اللجان في الغرف التجارية في المؤسسات التجارية. طورت الأعمال في خلال تلك الفترة أنا أصبحت لدينا مكاتب وفروع في دول الخليج، في أوروبا، في أمريكا. وبعدها بفترة بعد مضي 4 سنوات كان في شخص داخلي بدأت أكتشفه. هذا الشخص كان شخص أكاديمي، كنت من صغري أحب القراءة وأحب العلم، فانشغالي بالأعمال الخاصة وانشغالي بالمال والأعمال بعدني كثير عن القراءة. فيوم من الأيام مرضت من الإرهاق في العمل، وجلست على سرير المرضى فقط: ماذا أريد في الحياة؟ هل أريد أني أعمل بس في المال والأعمال، وإلا أخرج هذا الشخص اللي كان من داخلي وأخليه يظهر للبشر؟ كان هذا الشخص هو شخص أكاديمي، يحب القراءة ويحب الاطلاع ويحب البحوث ويحب التواصل مع الطلبة. فقررت أن أترك المال والعمل، قررت أن أترك قطاع التجارة. ومرة أخرى كان سهل علي لأني أصبحت كبير أن أقنع أهلي أرجع مرة أخرى للدراسة. فرجعت إلى بريطانيا أكمل دراستي العليا، درست الماجستير في إدارة الأعمال ولم أكتفي بذلك. قدمت لأعمل ماجستير في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، وكان موضوع شوية غريب علي ولا تكون عندي خلفية كاملة خصوصا في مجال العلاقات الدولية. وكان الطلبة اللي معاي على مستوى عالي جدا، خلفيتهم أقوى مني بكثير. كان أول 2-3 أسابيع كان تحدي كبير، لا أقدر حتى أشارك في النقاش، وكنت أخاف إني أسقط. كان خوفي إني أسقط في هذا البرنامج وأنا لا أقبل الفشل. فكان عندي خيارين: يا أنسحب يا أكمل دراستي. بس أضاعف من جهدي، أضاعف من جهدي كثيرا، تحملت التعب والصعاب، سهرت كثيرا، وقدمت الامتحانات، وفاجأت أنه في خلال تلك السنة أنا كنت الأول على الدفعة والوحيد اللي حصل على امتياز الجامعة. أن الجامعة عرضت علي أني أكمل دراسة الدكتوراه، فأخذت الفكرة وكملت دراسة الدكتوراه في كامبريدج. خلال تلك الفترة كنت أعمل
كنت في ثلاثة من الفترة كنت أيضا أعمل كمستشار واستغليت خبرتي ودراستي في المال والأعمال والتجارة، فكنت أعمل كمستشار لكثير كلية من كليات الشركات البريطانية والعالمية التي لها علاقة بمنطقة الشرق الأوسط. فأيضا ساعدني هذا في بناء شبكة من العلاقات ما بين المال قطاع المال والأعمال قطاع الاقتصاد والشركات الكبيرة، وفي نفس الوقت كنت أركز على دراستي في تحصيل العلمي في الدكتوراه. أنهيت رسالة الدكتوراه وفكرت نعم في القطاع الأكاديمي في هذه المرة. درست في جامعة كامبريدج، اشتغلت فيها محاضر وأستاذ مدرس، وأيضا درست في جامعات أخرى، جامعة لندن، درست في جامعة أوكسفورد، درست في جامعات عدة في بريطانيا، ودرست أيضا في جامعات أوروبية كأستاذ زراعة. وكنت طبعا مهتم بالبحث والدراسة في الاقتصاد السياسي، في الأعمال، في العلاقات الدولية، كانت اهتماماتي متوسعة جدا، بس كان عندي تركيز كثير على منطقة الخليج لأنها كانت غير مدروسة خصوصا في أوروبا. كونت في خلال تلك الفترة مركز لدراسات الخليج في جامعة كامبريدج. هذا المركز اليوم يقوم بعمل ملتقى علمي أكاديمي كل عام يحضره كل المسؤولين، كل المهتمين بمنطقة الخليج، يبحث منطقة الخليج من كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمياه والتحديات اللي تحصل لمنطقة الخليج. ومن أكبر أصبح من أكبر التجمعات العلمية على مستوى العالم. ومن خلال هذا المركز أصبحنا نصدر كتب تهتم بمنطقة الخليج، وأعتقد أنه بعضكم حضروا أو كثير يعرف عن هذا البرنامج. وبقيت هنا طبعاً هذه كانت غرفتي الثانية، كانت فيها بحث عن الذات. بقيت هناك 20 سنة في جامعة كامبريدج في بريطانيا، هذا في الرحلة الثانية. بعد 20 سنة بدأت أفكر إلى متى سأبقى هنا وماذا أريد أيضا من الحياة. فأتتني عدة عروض لانتقل إلى جامعة أخرى، منها جامعة في لندن، جامعة لندن، ومنها أيضا جامعة إكستر، جامعة أخرى. كنت أفكر في الانتقال في تلك الفترة. في خلال تلك الفترة جاءتني جامعة قطر وعرضت علي أن أدير ورقة لدراسات الخليج في جامعة قطر. في الأول ما كانت عندي الفكرة أنه أنتقل إلى منطقة الخليج، كنت لازلت حابب أن أشتغل في الطلاب وأتعلم في نفس الوقت هنا، ولكني فكرت في العملية كثيرة وقلت ان هذه الفرصه افضل لكن من اكثر منطقه. ايضا قطر قامت بدور كبير معنا واعطت بنا كثيره للعمانيين، فكان فرصه لي ان ارد الجميل لدوله قطر. دوله قطر دوله صديقه وشقيقه، وكان هذه فرصه مناسبه لان ارد الجميل. فقبلت المره، خصوصا أن لديهم نظرة ورؤية للتطور، لديهم رؤية أن تصبح قطر جامعة مهدية على مستوى المنطقة، وكانوا يحتاجون لقدرات، كانوا يحتاجون لكفاءات أن تساعدهم في هذا الشيء. فقبلت بهذا المركز وعملت في جامعة قطر، وكان البرنامج لازال حديث وكان يواجه بعض الصعاب التحديات يعني. فخلال العام الآن أصبحت لعام معهم، خلال ذلك العام قدرنا نغير من البرنامج هذا ويصبح اليوم هو الأول على مستوى العالم. هذا البرنامج كان يستخدمونه 3 طالبة تقريبا في الفصل الماضي، هذا الفصل يستخدمونه 50 طالب من كل مكان من العالم، من اليابان إلى الصين إلى أوروبا إلى طبعا دول الخليج، الدول العربية، أفريقيا، أمريكا، وأصبح اليوم هو الأول على العالم. أنا فخور بهذا الشيء، وأيضا هذا ما كان بس من جهدي أنا شخصيا، وأيضا من جهد الآخرين اللي عملوا معي وآمنوا بنفس الفكرة ومن دعم المسؤولين.
في جامعة من عميد في الكلية إلى رئيس الجامعة إلى جماعة المسؤولين في الجامعة كان في دعم كبير وفي إيمان حقيقي أنهم يريدوا يطوروا. فأنا فخور أن أكون شاركت مع هذا المجموعة أن نطور هذا البرنامج. فهذه كانت يعني إلى حد ما قصة حياتي لحد الآن. المهم أنه رغم هذا ما أقول أني أخفقت كثيرا. الأخفاق جزء كبير من حياة البشر. ومن لم يخفق أو يفشل فلن يتعلم. جزء كبير من الوصول ومن النجاح هو أن تخفق وأن تتعلم من هذا الأخفاق. إذا سقط وإذا تعثرت وإذا فشلت ماذا تعمل؟ هل تسقط على وجهك وخلاص؟ أم أنك تنهض وتستعيد قواك وتتعلم من هذه السقطة وتكمل؟ المهم أنه النجاح جزء كبير من حياتنا وجزء كبير منكم. أكيد أنتم كلكم تتمنوا النجاح لأنفسكم ولذويكم لأبنائكم لعشيرتكم ولأصدقائكم. وأنا شخصياً أتمنى لكم بكل صدق النجاح.